السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نحلو نموذج فروض الفصل الثاني لسنة أولى متوسط. إذا هنا عدنا نموذج عن النشاطات اليومية أو الروتين اليومي. نتمنى إن شاء الله هذا الموضوع يفيدكم. نبدأ على بركة الله. بسم الله. Hello, my name is Samir. I am a pupil. مرحبا، اسمي سمير وأنا تلميذ. I get up at 6:30. أستيقظ على 6:30. I have breakfast at 7:00. نشرب حليبي ولا فطوري الصباحي على 7. I go to school at 7:30. نروح المدرسة على 7:30. I have lessons from 8 to 3 or 2:15:30. هنا أنا دائما نقرأ لكم الساعة بالأرقام باش ما تتخلط لكمش، أوكي؟ لأنه كاين بعض التلاميذ كي نقرأها طول ما فهموهاش، لأنه مرات تكون مكتوبة فقط بالحروف. هذيك نقرأها بالأرقام اللي هي 3:30. I have lunch at school. نفطر في المدرسة. يقرأوا من 8 to 3:30 ويفطر في المدرسة. When I return home. كي يرجع للدار. I watch TV at 4:15, then I play football at 5:00. Okay. كي يرجع للدار يتفرج تلفزيون على 4:15 ويلعب كرة القدم على 5. I have a shower at 7:00. يدوش على 7. Then I do my homeworks at 7:30. ويدير الواجبات المدرسية نتاعو أو المنزلية على 7:30. I have dinner at 8:30. يتعشى على 8:30. I go to bed at 10:00. ويروح لفراشو على 10. نشوفوا الآن الأسئلة الخاصة بهذا الموضوع. Read the text. Name the activity and write the correct time. بعد ما تقرأوا النص عندكم 4 نشاطات راهي في الصورة. رايحين تكتبوا تحتهم وش من نشاط وش اسمه، وتكتبوا التوقيت انتاعو المذكور في النص. عندكم 4 صور، كل صورة تكتب النشاط انتاعها من الأسفل وتكتب التوقيت اللي يقوم به سمير وش من الوقت يقوم بكل نشاط من النص. التمرين الثاني رايحين تكتبوا true صحيح false خطأ. سمير is a pupil. He has lunch at 5:00. He has a shower at 7:00. صحيح أم خطأ؟ هذا الجمل راهي موجودة في النص، شوفوها إلى صحيحة كتبوا true، إلى خاطئة كتبوا false. التمرين الموالي هنا عدنا 4 نشاطات رايحين تربطوا بأسهم كل نشاط مع الصورة المناسبة له. عدنا have a lesson, read a book, go to bed, have lunch. تربط كل نشاط مع الصورة المناسبة له من الصور الأربعة. نروح للتمرين الموالي. Circle the correct time in each clock and write the time. عدنا 3 صور للساعة. كل رقاص أو كل عقرب من عقارب الساعة راهو يرمز إلى توقيت. عدنا الصورة الأولى فيها ساعة مرسومة ترمز إلى توقيت. وشنو هو هذا التوقيت؟ هل هو الرابعة؟ ولا 12:15 ولا 4:12؟ ديروا الجواب الصحيح، دوروا عليه دائرة ومن بعد تكتبوه في أسفل الصورة بالحروف. الصورة الثانية والثالثة نفس الشيء. ركزوا فقط مليح في التمارين. نشوفوا التمرين الموالي. Choose the correct verb between brackets. عدنا بين قوسين فعلين رايحين تخيروا الفعل الصحيح اللي يتمشى مع كل صورة. نقولوا my mother has dinner early ولا have dinner early. I go to school in 7:00 ولا at 7:00. I do not get up at 6:30 ولا I do not get up. Peter watches TV ولا watches TV ولا watches TV. خيروا الفعل المناسب لكل صورة. في التمرين الموالي fill in the gaps with do ولا does. تعمروا الفراغات بدو ولا does. نقولوا Mona have lunch at the canteen. I not go there. عدنا فراغين خموش نديروا فيهم do ولا does.
Yes, she goes to home. You have a lesson now. عدنا فراغين نديرو فيهم does ولا do. خموا مليح في هذا التمرين أيضا وهذا الفراغات. التمرين الموالي رايحين عندنا كلمات يخلصوا بالاس. كما تعرفوا الاس في اخر الكلمه ينطق اس ينطق زاد وينطق ايز. رايحين ترتبوهم في كل خانه على حسب النطق نتاعهم. الكلمات راهم امامكم ست كلمات مع ثلاث خانات للنطق. الوضعيه الادماجيه هنا you read about Samir's daily activities. Write to him about yours. النص هو نشاطات اليومية اللي يقوم بها سامير. الآن أنت راح تكتب فقرة قصيرة راح تخبر سامير على النشاطات اليومية اللي تقوم بها أنت بطبيعة الحال. فقرة بسيطة وقصيرة تتحدث فيها عن روتينك اليومي. إذن هذا هو الموضوع. هنا ما عليكم غير توقفوا الفيديو وتحاولوا وحدكم شوية ثم تقارنوا الإجابة نتاعكم بهذا الإجابة. إذن شوفوا معي الإجابة على بركة الله. بسم الله. إذن التمرين الأول عدنا go to bed at 10 p.m. الصورة الأولى هي go to bed والتوقيت هو at 10 p.m. الثانية get up at 6:30 a.m. والثالثة watch TV at 4:15 والصورة الأخيرة play football at 5 o'clock. أما التمرين صحيح أم خطأ عدنا true false و true. أوكي شوفوا التمرين الموالي الخاص بالربط. إذن have a lesson هي الصورة الرابعة. go to bed هي الصورة الثانية. Have lunch الصورة الأولى و read a book هي الصورة الثانية في كل صورة. دائما لازم التركيز. شوفوا التمرين تاع التوقيت. إذا الصورة الأولى راهي الربعة بيل it's 4 o'clock. الصورة الثانية راهي التسعة غربع it's quarter to 9 والصورة الأخيرة راهي الوحدة ونص it is half past 1. ثم هنا نقولوا my mother has dinner early. I go to school at 7 o'clock. I do not get up at 6:30. Peter watches TV. Fill in the gaps. عدنا does Mona have lunch at the canteen? I do not go there. Yes, she does. She goes to home. She goes home. هنا تنحوها. Do you have a lesson now? Okay, هذو هما الفراغات. نروحوا الآن للpronunciation تاع الفاينل S. عدنا likes and starts in S, opens and plays in Z, وswitches and finishes in E's. Okay, هذا هو النطق تاع الفاينل S. والآن الوضعية الإدماجية. Hi, my name is Selma. I am a pupil at Hamrawi Middle School. Every day I get up at 7. I wash my face and brush my teeth. I put my clothes on at 7:15 and I go to school at 7:30. I have lunch at school at 12:10. I go back home at 2 o'clock. I have my coffee at 5 o'clock and I revise my lessons at 8 o'clock. I have dinner at 9 o'clock and I go to bed at 10 o'clock. ربي يوفقكم وينجحكم إن شاء الله.